إذا سنقدم إن شاء الله بحول الله الفقرة الثانية من الدرس في سياق الدرس ديال المتوازية وقاطع بالنسبة الأولى ثانوي إعدادي. سبقنا شفنا الزوايا الفقرة الأولى اللي هي الزوايا المتبادلة داخليا. الآن الفقرة الثانية إن شاء الله هي الزوايا المتناظرة. إذا أولا كيفما شفنا الفقرة الأولى، أول حاجة كنشوفوها هي التعريف. يجب أن نعرف أولا ما هي هذه الزوايا المتناظرة. إذا قبل ذلك سنحتاج لواحد الخاصية سبق لنا شفناها في درس الزوايا في الدورة الأولى، وهي الزوايتان متقابلتان بالرأس أنهما تكونان متقيستان. إذا حبيت أنني نقوم بالتذكير لأننا نحتاجه من بعد خلال الدرس. إذا لاحظوا سنختار مستقيمين اللي هما AB و CD متقاطعين في نقطتين E. لاحظوا باللون الأزرق الزاويتان، لاحظوا الزاويتان متقابلتان بالرأس. وكتعريف نذكر أن الزاويتان متقابلتان بالرأس هما زاويتان بحيث كل ضلع من أحدهما هو امتداد لضلع من الأخرى. إذا الزاوية AED تقايس الزاوية BEC. إذا تذكروا معي هذا التذكير سنحتاجه إن شاء الله في البرهان بعد قليل. إذا كتعريف بالنسبة للزوايا المتناظرة، إذا كان مستقيمان مختلفين ومستقيم قاطع لهما فإن الزاويتان المتناظرتان هما اللتان تقعان على نفس الجهة بالنسبة. إذا لاحظتوا في التعريف الأول كنا قلنا جهتين مختلفتين، لا هنا على نفس الجهة بالنسبة للقاطع، وإحداهما تقع بين المستقيمين والأخرى تقع خارجهما، ليس كما المتبادلين داخليا بجوجهم بين المستقيمين، ولكن الآن وحدة ستكون داخلية يعني داخل المستقيمين بينهما والأخرى خارج المستقيمين. لاحظوا معي الشكل، سنختار مستقيم دي واحد، مستقيم آخر دي اثنان، القاطع هو مثلا دي ثلاثة. إذا لاحظوا سيقطع المستقيمين في A و B. الزاوية A واحد متناظرة مع الزاوية B واحد، لاحظوا وحدة داخلية والأخرى خارجية وفي نفس جهة على اليمين المستقيم D ثلاثة. الزاوية A اثنان متناظرة مع الزاوية B اثنان، لاحظوا A اثنان و B اثنان هذه خارجة وهذه داخلة وفي نفس الجهة. ثم الزاوية A ثلاثة متناظرة مع الزاوية B ثلاثة، لاحظوا باللون الأصفر وحدة خارجة وحدة داخلة وفي نفس الجهة. ثم في الأخير عندنا احنا أربع أمثلة في هذه الحالة، الزاوية A أربعة مع الزاوية B أربعة، لاحظوا باللون الرمادي وحدة داخلية وحدة خارجية ولكن في نفس الجهة بالنسبة للمستقيم القاطع. إذا سنذهب الآن للخاصيات بعد التعريف. دابا عرفنا شنو هما الزاويتان المتناظرتان، الآن نشوف الخاصيات. سنعتبر الشكل التالي اللي عندكم هنا، المستقيمان دي واحد و دي اثنان، مستقيمان هنا دي اثنان فهما مستقيمان متوازيان. اولا بين ان سي ا بي مستقيم سي ا بي او لا الزاويه سي ا بي سي ا بي والزاويه ام ا ان ام ا ان انهما متقايستان. ثانيا بين ان الزاويه سي A B والزاوية A B D زاوية A B D أنهما متقايستان. ثم في الأخير الاستنتاج أن A B D تقايس A B D تقايس M A N. إذا في الأول لنبين، أولا قبل ذلك حل النشاط رقم اثنان. اولا لنبين ان الزاوية سي ا بي تقايس سي ا بي تقايس ام ا ان. وهنا نكتب ثانيا يجب ان نبين ان سي ا بي تقايس لنبين سي A B تقايس زاوية A B D. وفي السؤال الثالث سنستنتج أن A B D تساوي M A N. لنستنتج أن A B D
تقايس الزاوية MAN. إذن سأوضح أكثر الشكل. إذن أولا يجب أن نبين أن CAB تساوي MAN. CAB تساوي MAN. لاحظوا CAB زاوية CAB تساوي ولا تقايس الزاوية MAN. لاحظوا أن هاتين الزاويتين هما زاويتان متقابلتان بالرأس. إذن هذا التذكير. التذكير الأول أن الزاويتين هما زاويتين متقابلتان بالرأس. إذن فهما متقايستان. إذن لدينا الزاويتين CAB و MAN متقابلتان، زاويتان متقابلتان بالرأس أو في الرأس A. إذن حسب تذكير اللي تكلمنا عليه في الأول، كل زاوية متقابلة بالرأس فهما متقايستان، فإن CAB تساوي MAN فإنهما متقابلتان. بعد ذلك بين أن CAB تقايس ABD. CAB تقايس ABD، وهنا سنستغل ما درسناه في الحصة السابقة. سنعتبر D1 وD2 مستقيمان متوازيان. D1 وD2، إذن نعتبر المتوازيان D1 و D2 والقاطع لهما هو المستقيم AB. هو المستقيم AB. إذن بما أن زاويتان المحصل عليهما اللي هما CAB وزاوية ABD متبادلتان داخليا، فإن قلنا كل مستقيمين متوازيين وقاطع لهما فهما يحددان زاويتين متبادلتين داخليا متقايستين، فإن ABD تساوي CAB. الاستنتاج الآن هو أن نستنتج أن ABD تقايس MAN. لاحظوا MAN تساوي CAB و CAB تساوي ABD، إذن ABD ستقايس MAN. إذن بما أن و CAB تساوي MAN وفي نفس الوقت CAB تساوي ABD، فإن ABD تساوي قياس زاوية MAN. إذا لاحظوا أبنائي، خدينا مستقيمين متوازيين D1 و D2، ثم خدينا لقينا أن الزاويتين متناظرتين، لاحظوا زاوية MAN متناظرة مع الزاوية ABD، لقيناهم أنهم زاويتين متقايستين، وبالتالي نستنتج هنا خاصية أولى أو لا بالنسبة لهذه الفقرة، وهي الخاصية الثالثة بالنسبة للدرس ككل. إذا كان مستقيمان متوازيين فإنهما يحددان مع كل قاطع لهما زاويتان متناظرتان متقايستان. لاحظوا سنأخذ مستقيمين D1 و D2 متوازيين، قاطع لهما اللي هو المستقيم دلتا، نأخذ بعض النقاط، ثم لاحظوا سنحصل على هاتين الزاويتين، لاحظوا CEA أو بيان AEC والزاوية BFE ستكونان زاويتين متقايستين لأنهما زاويتين متناظرتين. وأركز دائما على أن التناظر يجب أن تكون في نفس الجهة بالنسبة للقاطع، وزاوية داخلية بين المستقيمين وزاوية خارج المستقيمين. خاصية أخرى، يعني خاصية العكس ديالها، إذا حدد الآن العكس، إذا حدد مستقيمان مع قاطع لهما زاويتين متناظرتين متقايستان فإنهما يكونان متوازيين. إذن سنأخذ مستقيمين D1 و D2، قاطع اللي هو D3 بحيث أو لا دلتا بحيث
هذا القاطع يحدد زاويتان لاحظوا متناظرتان متقيستان. إذا يمكن القول أن المستقيمان د واحد و د اثنان في هذه الحالة أنهما مستقيمان متوازيان. إذا سنأخذ تمرين تطبيقي لاستغلال هاتين الخاصيتين أو لتثبيت هاتين الخاصيتين. لاحظ الشكل أسفل بحيث زاوية لاحظوا خلال الشكل زاوية E B C 60 درجة M A N قياسها 40 درجة و A B C قياسها 80 درجة. أولا احسب معللا جواب قياس زاوية A B F زاوية A B F. ثم ثانيا بين أن المستقيمين K و D K و D مستقيمين متوازيين. إذن حضات نمسح صبورا إن شاء الله تنحل النشاط ولا حل التمرين التمرين التطبيقي. ثلاثة السؤال الأول احسب إذا اللي نحسب قياس زاوية ABF وثانيا لنستنتج أن المستقيمين K و D متوازيان. إذن سأوضح الشكل أكثر باش يوضح لنا. والسؤال الثالث استنتج معللا جواب قياس زاوية ACG. ثالثا لنستنتج قياس زاوية HCG HCG. قلت نوضح الشكل أكثر. إذا لاحظوا معي أولا احسب ABF زاوية ABF باعتبار لاحظوا زاوية ABF سا هي متكاملة مع الزاوية ABE. لاحظوا الزاوية ABE فيها 60 درجة زائد 80 درجة. إذن نجمعوا هاد الزاويتين. فهاد الزاوية كاملة فهي متكاملة مع هاد الزاوية هذه اللي هي ABF وبالتالي مجموعهما يساوي 180 درجة. إذن لدينا الزاوية ABF والزاوية ABE متكاملتان ABE متكاملتان. إذن فالزاوية ABF تساوي 180 درجة ناقص زاوية ABE أو لقياس الزاوية ABE. إذن فالزاوية ABF ستساوي لنا 180 ناقص لاحظوا الزاوية ABE فيها 60 درجة زائد 80 درجة 60. ومنه فإن ABF تساوي إذن 60 درجة زائد 80 درجة تعطينا 140 درجة. إذن فهي تساوي 180 ناقص 140 درجة وفي الأخير نستنتج أن ABF إذن 180 ناقص 140 تساوي 40 درجة. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني استنتج. وعندما تسمعون استنتج فمن خلال ما سبق نستنتج أن المستقيمين K و D أنهما مستقيمان متوازيان. لاحظوا هذين المستقيمان اللي هما K و D حددا زاويتين متناظرتين وفي نفس الوقت متقايستين اللي هما M A N في 40 درجة. وتوصلنا في البرهان أن ABF كذلك قياسه 40 درجة. إذن فالمستقيمان عاد يكونوا مستقيمان متوازيان. إذن سنعتبر المستقيمان K و D والقاطع
لهما هو المستقيم أبي الآن. أبي يجيب تحديده لأن هنا كاين قطيعي، كاين أبي وكاين بي سي. إذا المفروض تحديد القطع بالضبط اللي كنخدموا عليه دابا اللي هو القاطع أبي. لدينا زاويتين المحصل عليهما اللي هما أبي إف و زاوية ام ان متقايستان او قبل ذلك متناظرتان، عفوا متناظرتان، ومتقايستان ام ان تساوي ا بي اف تساوي 40 درجة. ومنه مباشرة حدد لنا زاويتان متقايستان ومتناظرتان ومتقايستان، هذا يعني ان المستقيم ك يوازي المستقيم دي. الان الاستنتاج، استنتج ان اش او لقياس زاويه ا سي جي، اش لاحظوا اش سي جي، هذه الزاويه هذه اللي عندنا هنا. اذا الان بينا ان المستقيمين متوازيين، سنستغل الخاصيه الاولى. إذن عندنا الزاوية سي بي او قياسها 60 درجة وفي نفس الوقت متناظرة مع الزاوية ا سي جي، إذن فهما متقايستان، إذن سي جي ستعطينا كذلك 60 درجة. إذن سنعتبر الآن نعتبر المستقيمين المتوازيين ك و دي، سبق أن بينا ذلك، والقاطع لهما انا اش من قاطع، ما بقاش قاطع ا بي، سنعتبر القاطع بي سي، القاطع لهما بي سي. لدينا الزاويتان اش سي جي والزاويه الاخرى اللي هي او بي سي متناظرتان. إذن فـ EBC تقايس HCG، بما أن EBC راه عندنا في المعطيات تساوي كم؟ 60 درجة، فإن HCG كذلك قياسها سيعطينا 60 درجة، وبالتالي استغلينا في السؤال الثاني الخاصية الرابعة، وفي السؤال الأخير استغلينا الخاصية رقم 3. إذن كخلاصة بالنسبة للدرس، هذه النتائج المهمة سبق أن رأيناها في درس التوازي والتعامل، ولكن الآن سنرى أصل هذه بعض النتائج التي سبق أن رأيناها، فهو درس الزوايا المتبادلة الداخلية والزوايا المتناظرة. إذن النتيجة الأولى، سبق تلاميذ كاملكم كتعرفوا هذه في الدرس ديال التوازي والتعامل، أنه إذا كان مستقيمان متوازيين فإن كل مستقيم عمودي على أحدهما يكون عموديا على الآخر. إذا كان مثلا مستقيمين متوازيين اللي هما الدي والدي بريم، خاطر مستقيمين متوازيين، سنأخذ مستقيم دلتا عمودي على أحدهما، مثلا عمودي على المستقيم دي، سنجد في الأخير أن دلتا كذلك عمودي على المستقيم دي بريم. لاحظوا عمودي على الدي بريم، لاحظوا علامة التعامد اللي هي بالأحمر. إذن أخذت مستقيمين متوازيين، إلى خدينا مستقيم عمودي على شي واحد فيهم فسيكون عمودي على الآخر. لماذا؟ لأن هاتين الزاويتين اللي بالأحمر لاحظوا هما زاويتين متناظرتين. إذن أخذنا مستقيمين متوازيين قاطع اللي هو دلتا، فهذو زاويتين متناظرتين. إذا كان هنا تعامد يعني أن قياسها 90 درجة، إذن حتى الزاوية الأخرى يكون قياسها 90 درجة، وبالتالي غادي يكون عندنا تعامد في ثاني. النتيجة الأخيرة ولا النتيجة الثانية، إذا كان مستقيمان متعامدين فإن كل مستقيم عمودي على أحدهما يكون موازيا للآخر. لاحظوا سنأخذ مستقيمان متعامدان اللي هما مثلا دي ودلتا، لاحظوا علامة التعامد، سنأخذ مستقيم آخر دي بريم عمودي على دلتا،
إذا لاحظوا الزاويتان هنا متناظرتان، زاويتان متناظرتان ومتقيستان لأن كلاهما تساوي 90 درجة، ستحددان لنا مستقيمين متوازيين، وبالتالي فإن الـ D و D بريم هما مستقيمان متوازيان. إذن أحبائي إلى هنا انتهى درسنا، نشكركم على انتباهكم وترقبونا إن شاء الله بحول الله في أقرب الآجال وفي إصدارات جديدة. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.